قال حدثنا حسن القاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن ابي زهاء عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كل ليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدها وجهه الى اخر الليل. وبه قال حدثنا محمد بن مسلم عن ازي قال حدثنا محمد بن ابي علي عن سعيد قال لنا عن زهره عن سعد بن هشام بن عامر اراد ان يغدو في سبيل الله فقدم المدينه فاراد ان يبيع عمارا له بها ويجعله في السلاح والبراع ويجاهده حتى يموت. فلما قدم المدينه لقي اناسا من اهل المدينه فنهوه عن ذلك واخبروه ان رهدا سته ارادوا ذلك في حياه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اليس لكم فيه اسوه. فلما حدثوه بذلك رجع امرته وقد كان طلقها واشهد على رجعتها فاتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فساله عن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا ادلك على عالم اهل الارض بمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال عائشه فقدها فصنع صمتني فاخبريني بردها عليك. فانطلقت اليها فاتيت على حكيم بن افنى فاستحلقته اليها فقال ما انا بقاربها لاني نهيتها ان تقول في هذين الشياطين شيئا فابت فيهما الا مضيا. قال فاقسمت عليه فجاء فانطلقنا الى عائشه رضي الله تعالى عنها فاستاذن عليه فاذنت لنا فدخلنا عليها فقالت حكيم فعرفته فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قال من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقال خير. قال فطردت وكان اصيب يوم احد فقلت يا ام المؤمنين انبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الست تقرا القران؟ قلت بلى. قال فان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القران. قال ففهمت ان اقوم ولا اسال احدا عن شيء حتى اموت صدق ذلك فقلت انبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت الست تقرا يا ايها المزمل؟ قلت بلى. قالت فان الله عز وجل افترض قيام الليل في اول هذه السوره فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حولا وامسك الله خاتمتها اثنا عشر شهرا في السماء حتى انزل الله في اخر هذه السوره التكبير فصار قيام الليل تطوع بعد فريضه. قال قلت يا ام المؤمنين انبئيني عن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيمسه الله ما شاء ان يمسه من الليل فيتوسك ويتوزا ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها الا بسامعه فيشكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلمه ثم يقوم فيصلي التاسعه ثم يقول فيشكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو مع جمله تلك احدى عشره ركعه يوميا. فلما سال النبي الله صلى الله عليه وسلم اخذه اللحم او طلب السمع وصنعه